يا الله، السلام عليكم وتحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. موضوع الزراعة والنباتات والزراعة بصورة عامة، يعني كان المفترض يكون من الحلقات الأولى يعني بالقناة، وهذا أكيد الأهمية هذا الجانب للطيور وللحديقة بنفس الوقت، يعني حتى نعكس جو الطبيعة ونعكس جو البستان، جو الغابة، ونكون في الطبيعة مصغرة بداخل البيت تكون متنفس إلك وللعائلة. فإن شاء الله نتناول هذا الموضوع بأدق تفاصيله، ونشرح المشاكل اللي راح تواجه والحلول بنفس الوقت. فموضوع الزراعة حقيقة يعني من أجمل الهوايات، أنا أشوفها من أجمل الهوايات، وحسب قول الباري عز وجل كل شيء يسبح لله ولكن لا تفقهون التسبيح. فمن المواضيع المهمة موضوع معاكيف المناقير. صراحة موضوع معاكيف المناقير، رغم احنا حكينا عنه فيديوهات سابقة، وشفت بالحلقة الفاتت شلون كان يأذي الأعشاش وطير الفنجيز، وهذا ما راح ينجح بحديقة بها أشجار وبها نباتات، لأن راح يبدي ينتف الأوراق وهذا. فأنا عن تجربة أنقل لكم، معاكيف المناقير لازم تنعزل بخانات، بكل زوج بخانة، وحسب ما قلنا كل زوج بخانة، وتعلقها بالحائط بأي مكان، يعني تحت ظلال الأشجار تخليها، شلون أنا مخلي طير الكوكتيل مخليهن تحت ظل التينة. من النباتات الآن زارعها بالحديقة مثلا شجرة التين، شجرة النارنج، البرتقال، الياس، ورق الموز، الجهنمية، الورد بأنواعه، يعني الروز المتسلق، النسرين، الهولندي، النعناع، هواي تفاصيل بها الزراعة ومواضيعها متشعبة هواية. فأنا حقيقة مو مهندس زراعي ولا خبير، فمجرد تجربة أنقلها لكم. من المشاكل قلنا معاكيف المناقير. المشاكل الثانية اللي هي مو مشكلة وإنما ملاحظة، هاي النباتات مثل شجرة التين وشجرة النارنجان صارت وياها، قامت تعبر فوق المشبت، يعني ورا فترة راح تنمو فتعبر الأغصان اللي تكون القمم النامية مالتها، راح تعبر فوق المشبت، المشبت بفتحات، فهي تخترق هاي الفتحات وتتصعد، فإذا تركتها راح تفتح المشبت، راح تشقه، يعني ما راح تخلي المشبت، تخلي بيه فتحات واحتمال الطيور تطلع من يمها. فانت بين فترة وفترة طويلة، يعني كل شهر كل شهرين، كل ما تشوف هاي النباتات تعبر الحد المقرر لها راح تقصها تقلمها، والتقليم بيه فوائد هواية، يعني ما اريد نتطرق الموضوع. مثل شجرة التين تحتاج تقليم جائر، يعني باوقات معينة لازم تقلم هاي الاشجار، وإذا ما قلمتها ماكو مشكلة، بس هي من راح تعبر الحد المقرر لها راح تقصها. إضافة إلى ملاحظة ثانية اللي هي ملاحظة الأسمدة. إخوان الأسمدة لازم تكون طبيعية، خاصة إذا أكو طيور بالحديقة. يعني أسمدة عضوية أفضل من الكيماوي بهواية، الكيماوي بمضار للطيور. يعني مجرد هاي ترش الأسمدة الكيماوية للحديقة فراح تسقيها، ينزل هذا الطير ياكل من الثيل، من الورق الناعم، من الحباية واقعة مثلا، وتكون ملامسة لهاي الأسمدة راح يسمم وراح يموت بنفس الوقت. فلازم الأسمدة تكون عضوية، والأسمدة هواية يعني، بس هي الدار جهس الام بي كي، لأن هاي الكائنات تحتاج إلى أسمدة، يعني تحتاج إلى غذاء، وهذا الغذاء نقدر نوفره بالأسمدة. من تعزل معاكيف المناقير اي نوع نبات ماكو بي مشكلة، وهي شغلة ذوق، يعني اكو ناس تحب مثلا اشجار، يعني تكون مثلا شجرة التين، مثلا شجرة راح من بالي اللي هو يعني هواي اشجار، يعني ماكو اي مشكلة. يعني هاي الطيور انا حقيقة قبل فترة دخلت بنقاش ويا احد الاشخاص عدة محمية ما بيها معاكيف مناقير، فيقول الطيور تاكل اوراق الاشجار. مثل ما تشوفون يعني ما واجهتنا اي مشكلة، يعني حتى اذا تاكل هي مجرد تتذوق، بس انا عدة بس البلبل مجرد يتذوق من شجرة وحدة اللي هي نبتة الجهنمية،
بس مجرد يتذوق من يمها، والأشجار بتفاصيلها هواي. الأشجار اللي ما يصير تنزرع بالحديقة مثل النخل، النخيل راح يكون ارتفاعاته شاهقة، فما راح يلزمه لا مشبس إلا تسوي له فتحة وتحكمها يعني حتى تعبرها من فوقها. من المواضيع المهمة اللي هي النباتات إذا كانت ظلية أو كانت معرضة للشمس، وهذا أكو نباتات ما تحتاج أو تموت بالشمس، فهاي الموضوع لازم تراعونه لأن الموضوع مهم جدا. أكو ناس تجيب نباتات هي ظلية أساسا تخليها بمكان معرض للشمس فراح تموت، ويبدي يسأل ليش ماتت وهالأمور هاي. فأنت من تروح لأبو المشتل تشوف النباتات تقول له هاي نبتة مثلا، ويمكن أغلب العراقيين هم ناس مزارعين يعرفون بالنبتة هاي شنو. فحاول تختار النباتات اللي تكون نمواتها سريعة، مثلا الحمضيات، مثل شجرة التين، الزيتون. طبعا الزيتون أنا ما أحبها، ليش ما أعرف، تكون نمواتها سريعة وتكون نمواتها بها تفرعات أغصانها، حتى الطيور تعشش بيها يعني، لأن أنا أكو طيور ما تعشش إلا بالشجر. من فوائد هاي الأشجار راح تكون مصدات للرياح، راح تكون جماليتها بالحديقة تحميهن من حرارة الشمس يعني من أشعة الشمس بالصيف، تحميهن من المطر والبرودة بالشتاء. فلازم بالحديقة لازم تكون نباتات، بالإضافة إلى مواضيع هواية. في النباتات قلنا أنواعها هواية، فأي نوع تجيبه ماكو مشكلة، بس مجرد تعزل معاكيف المناقير. والمشاكل اللي تواجه الزراعة بداخل الحديقة خصوصا إذا كانت بها طيور، ماكو مشاكل يعني، المشاكل تكون بسيطة يعني. موضوع التسميد قلنا عليه، لازم التسميد يكون عضوي، بالإضافة إن أنت تكون تسأل هذا شو وقت نسمده، مثلا هذا كلش قد يتسمد. وإن شاء الله في يوم ننزل موضوع عن التسميد العضوي، أنا أكو طريقة نجربها ومتبعها جاي أسمد بها هاي الأشجار، وبطريقة عضوية بحتة يعني. فمن فوائدها كنا تعشش عليها، تعشش بها الأشجار الطيور العفو، إضافة إلى تحميهن من الشمس من البرودة مال الشتاء. وراح تشوفون الشتاء إذا الله طانا عمر، إن شاء الله نبدأ مستمرين وياكم احنا، إن شاء الله بالشتاء راح نشوفكم شلون التعامل يكون ويا هاي الطيور بداخل الشتاء، وما أغطي لا أغطي بلا بلايلون ولا أي وسائل تدفئة أو تبريد، مثل ما عدى علينا هسه بدأ الجو يعكس، بدأ يستعدل، بدأ تفتح أبواب الشتاء علينا، فهسه وقت المناسب تقريبا للزراعة. فكل الأشخاص اللي حابين اللي يشتغلون هيك محميات، وتحياتنا للإخوة أصدقائنا بالقناة اللي جاي على تواصل أنا وياهم، هم على تواصل وياي يعني، ما شاء الله نسبة الإنجاز عالية ومحمياتهم كلش حلوة، فماكو أي مشاكل بهذا الجانب. أما بخصوص الإخوة اللي حابين يسوون أو مشتغلين محميات فوق السطح، فصراحة يعني أنا ما عندي ذيك الخبرة بزراعة الأسطح، وهذا مجرد تكتب باليوتيوب زراعة الأسطح راح تشوف الإخوة المصريين والإخوة الخليجيين، السعودية والكويت والعراقيين، عندنا هواية عندهم هواية زراعة الأسطح، فيعني مسوين أحواض، مسوين ماكو أي ضرر على السطح بالنسبة للرطوبة وهالمواضيع هاي. فتقدرون تستغلون السطوح إذا أي شخص ما عنده حديقة، هواي ناس زارعة ومسوين محميات فوق السطح، فما بيها أي مشكلة، ويكون تعاملها تعامل الزراعة بالسندانة. هسه هاي الحمام الملكي شفتوها شلون بالشجرة واللام عش وتبيض، وهذا من الملاحظات المهمة. لازم بالصيف، هاي فقط بالصيف، نرش هاي النباتات بصورة عامة يعني، شكو نبات بالحديقة أنا بين فترة فترة كل أسبوع كل أربع أيام أبدأ أرش هاي النباتات،
حتى اتخلص من شغلة العناكب اذا تواجدت، وتكون الوقاية خير من العلاج. يعني مرات تنصاب النبتة فانت تضطر تجيب لها علاج، وهذا فالرش هذا راح يغنيك. بس اهم شيء ترشه وقت المغرب، يعني بالصيف ترشه وقت المغرب حتى ما تكون عملية تبخر وهذا وتحترق النباتات. وصارت وياي بهواي نباتات، يمكن نبتين راح لي من وراء رش الظهر، كنت ما اعرف بالموضوع، فرشها الظهر تموت هي. فالرش للنباتات كلش مهم، بس قلنا وقت الغروب حتى المغرب ويجيها الليل والصبح، فراح يتبخر المي ما يبقى عليها مي، وهي تغسلها. اما موضوع احد الاخوه سالني هواي يسالوني موضوع الفضلات الطيور، شلون وين تروح هاي الفضلات الطيور؟ صراحه فضلات الطيور يعني ماكو اصلا ماكو فضلات بالحديقه، مجرد بس ازق الحديقه مرات توقع فضلات بالقاع، مجرد بس ازق الحديقه راح تتفتت هاي الفضلات. اما اللي راح وتكون سماد بنفس الوقت للحديقه وللنباتات اللي بيها. اما بخصوص اللي توقع على اوراق الاشجار والاغصان، انت من راح ترشها دوري يعني كل اسبوع كل اربع ايام هيجي، من راح ترشها راح يوقع، هذا راح يوقع والشجره تستفاد من هذا من هاي الفضلات. فاخوان موضوع التسميد لازم يكون عضوي، وبالاضافه الى الفضلات وما الطيور راح تستفاد من يمن النباتات. يعني هاي شجره يعني هاي نبته النعناع كلش راقيه، انا كلش احبها، لان من ترش راح تطلع في العطور ذكيه يعني. وهي هاي المواضيع اللي تقريبا اغلب المشاكل اللي تواجه الاخوة اللي يزرعون بالمحميات. يعني مجرد قلنا بس تعزل معاكي في المناقير ما راح تواجه اي مشكلة. لو تشوفون هسه شلون عابرة التينة عابرة فوق المشبت، يعني هاي وهي مو مشكلة عويصة، حلها بسيط، يعني مجرد نقلل من تحت المشبت. حتى اكلنا من نهايه التين، لحد الان احنا ناكل من نهايه التين. ويمكن شفتوا فقره اللي شلون نحمي الثمار مال التين من البلابل ومن هذا، واحنا نخلي قسم للبلابل وقسم احنا لنا للبيت، فمجرد نغلفها بهيش طريقه. شو هسه شلون جارش هاي النباتات، حتى اذا كان هاي النباتات هاي الاشجار العفو حتى إذا كان بيها عشاش، هسه هاي بيها يمكن أربعة خمسة عشاش، فمرات يكون أكو بطنها بيض، هسه هنا أنا يمكن أكو عشين بيهم بيض ويعشين بيهم بيض، فماكو أي مشكلة. يعني مجرد ترشها هو ما راح يتأثر، يعني لا على البيض. أنا أتذكر يعني قبل جد وقع جد ترش وأكو عش، فخفت بالبداية قلت هسه خاف ما يطلع من فقس، لا ماكو أي مشكلة. الرش جدا مهم هذا الحكي بالنسبه للصيف، اما بالنسبه للشتاء هو راح تمطر الدنيا هي، فما تحتاج هذا الرش. وهذا وهي انواع النباتات هوايه، قلنا ان شاء الله الذوق، يعني اي نوع نبات حاب توفره بالحديقه انت تزرعه. ان شاء الله احنا مستمرين وياكم في طرح المواضيع، ومن خلال الاسئله اللي تنطرح بالتعليقات ان شاء الله نحاول نسوي فيديوهات نجاوب بها على هاي الاسئله. فهي الموضوع اللي تناولناه اليوم ما بها اي مشكله، يعني اي نوع نبات، قلنا اي نوع نبات، مجرد بس تعزل معاكيف المناقير وتراعي شغلات اذا هاي النباتات كانت ظليه او كانت تحب الشمس، والتسميد يكون عضوي، وإذا ارتفعت النباتات عن المستوى المقرر لها فراح نقصها، فما راح تواجهون أي مشكلة. يعني أتمنى تكون وصلت المعلومة، وتحياتي وسلامي للجميع، وأي سؤال عندكم اتركوه بالتعليقات ونجاوب عليه. تحياتي للجميع.